أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس السبت 4 سبتمبر أيلول 2021. أنت اليوم بحاجة ماسة إلى فهم وإتقان فن الموازنة بين الواقع المادي ورؤيتك. بينما تكون خططك طموحة، عليك أن تفهم أن العوائق العملية والفعلية التي تتصدر هذه الخطط خلاف ذلك، فأنت متجه إلى مسار تصادمي على الرغم من كل نواياك الحسنة. تحتاج أيضا إلى فهم أن خططك قد تتعارض مع خطط شخص آخر مصمم وطموح مثلك، قد تدمر سلطتك بسبب تسرعك النجاح لك. إذا كنت لا تخشى المخاطر، فقد تشعر قريبا برغبة في إلقاء الحذر على الريح والاستغناء عن ذلك لمرة واحدة، مما يسمح لمزاج اللحظة بدافعك إلى الأمام. لتجنب إيذاء أعدائك، لا تشارك نواياك وستكون رحلاتك ناجحة، خاصة إذا كنت ستقابل صديقا قديما. ستفشل خططك بسبب لقاء عاجل غير متوقع مع أشخاص مؤثرين، وقد تكون بعض الأحداث الخاصة في الأفق وسيكون لها تأثيرات عميقة على حياتك، مما يمكنك تقديرا حاليا إذا كنت تستطيع مقاومة الإغراءات الحالية لتكون شديدة القوة. فكن أكثر مراعاة وتحليل الأهداف المالية، والأحلام التي لديك تتطلب التركيز. حدسك يزداد قوة اليوم. عاطفيا، إذا كنت تبحث عن شخص مبهج تشاركه حياتك، فحاول أن لا تفعل أي شيء بنفسك. الطريقة القديمة ستكون من الحكمة ارتداء ملابسك بطريقة فريدة، أو تجربة إكسسوارات مختلفة، أو تصفيف شعرك بأسلوب جديد. كن حذرا عند التواصل مع الأشخاص من حولك، خاصة في عائلتك. أنت متشوق لبدء شيء جديد، لكن عليك التحلي بالصبر. يرجع التوتر في رغبتك في إكمال جميع مهامك في الوقت المناسب. الحياة عبارة عن سلسلة مستمرة من التغيرات، وربما جزء واحد سيؤتي ثماره. قد تشعر قريبا بالحاجة إلى تغير بيئتك جزئيا، لأنك ستعتقد أن لديك أعداء تريد الابتعاد عنهم. قم بتقييم ما إذا كنت تبالغ في الأمر بسخاء، فقد ينظر إليه بالخبث والغيرة بدلا من الامتنان. لا تذهب على الطريق، وحافظ على مزاجك وسلوكك الجيد على الرغم من مشاكلك. من الصعب تحملها، ولكن قد تضطر إلى ذلك. تظهر التوقعات بعد الخلاف مع الشريك اليوم، أو حتى الانفصال إذا ساء الوضع، لكنها ستكون مؤقتة إذا كنت تميل إلى الاحتفاظ بالهدوء. لا تدع غرورك يتحكم فيك. من الأفضل أن تذهب وتتخلص من سوء التفاهم مع شريكك، وتخلص في جميع مشكلاتك مرة واحدة إلى الأبد. مهنياً، أنت واسع الحيلة، واليوم ستجد فرصة للعمل بجدية وكسب المال من فعل ما تحب. هناك أيضا فرصة قوية، لأنك قد تخاطر وتترك وظيفتك لمتابعة مهنة في الفن. بينما ينصح بالحذر، فإن اتباع قلبك لن يؤدي بك إلى أي صعوبة فيما يتعلق بتمويلك. ثبت ما تم تحقيقه حتى الآن، واستمتع بجو عمل مريح. كن صبورا مع الآخرين الذين قد لا يصابون بالسرعة التي تفتعلها. ستكون قدرتك على الانزلاق والخروج من المواقف بلطف وسهولة هي تذكرتك للنجاح. هناك الكثير من العمق والشعور الحقيقي حولك. احسب أرباحك الفعلية حتى تتمكن من توزيع ميزانيتك بشكل صحيح. التحدث بصدق عن ما تشعر به يمكن أن يغير الأشياء بشكل أسرع مما تعتقد. هذا هو الوقت المناسب للتفكير في أخذ زمام المبادرة. فيما يتعلق بعمل معين، خطط لوقتك وفقا للأولويات، ولا تمل إلى السفر إذا كنت تشعر بعدم الارتياح إلى حد ما.
تعامل مع المشاكل التي تتطلب حلاً فورياً صحياً. قد تحصل على القليل من الاستبطان في نفسك اليوم وتبدأ في تحليل مشاعرك مع ذلك خلال نظرة أعمق، وقد تشعر أن هذا هو الوقت المناسب لك للتغيير. توقع النتائج السلبية لهذا، لن يسقط شيء في مكانه، لذا فقط حافظ على سلامك العقلي واستمر في التركيز. توقعات برج القوس للرجل. قد يبدو قلق حول أمور عائلية أو امتحانية. أنت محتاج لانتهاز الفرصة والبعد عن التسرع والعصبية. من ناحية الحب، نجوم الحب اليوم في أوجهها، لذلك إذا كنت في علاقة فإن علاقتك ستمر بوقت رومانسي. توقعات برج القوس للمرأة. حين تمطر السماء عليك بالمظلة، وحين تكون الشمس ساطعة عليك بواقي الشمس. بنفس المنطق، لا تفعلي أي أمر بتبادر إلى ذهنك من دون وجود خطة كاملة للتصرف. فلكل مقام مقال. ادرسي خطواتك وتأني اليوم ولا تتسرعي في أي قرار. عاطفيا، أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخفيك. هذه المرحلة تجيء ثم تذهب في حياتك الخاصة. أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئا غير تقليدي. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانا بدلا من تحمل مسؤولية كل شيء. سوف يساعدك على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل. يجب أيضا أن تفكر في صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة. أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. أنت تحمل حملا ثقيلا من المشكلات. ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت. لكن لا تضيع الكثير من الوقت في التفكير، فكل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر. لقد حان الوقت لمواجهة الأمور مباشرة دون تأجيل.